والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين من المبتدعة والمشركين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله، وإن شاء الله بحول الله وقوته نلتقيكم في هذا المنبر الذي بحول الله وقوته يقوم على منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من غير أي تنظيمات ولا جماعات ولا تكتلات ولا غيره، إنما نحن طلاب مسلمين ندعو إلى الكتاب والسنة، نرى الباطل فننكره، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأكبر معروف هو توحيد الله عز وجل، وأكبر منكر هو الشرك بالله عز وجل. فنحن ننكر المنكر ونحق الحق بحول الله وقوته، ثم بعد ذلك نقبل النقاش والمناظرة والأسئلة. أي زول عنده سؤال كويس معك، لا بنضرب زول لا بندق زول إلى آخر ذلك، تمام. منهج النبي عليه الصلاة والسلام إنه الإنسان يسمع، يعني مهما جيت قلت كلام غلط، لو جيت هنا قلت الله ما في عديل كده تب، وده اللي حنجيك لو نسي بنسمع كلامك كويس معك، بنسمع كلامك لا بندقك لا بنكفتك، لأنه إحنا ما حكام، إحنا سلفيين. لو بقيت حاكم ده موضوع ثاني، الحاكم ده شغله برا بغير باليد. اما الداعيه انما يتكلم بشنو؟ بلسانه. عرفت كيف؟ من راى منكم منكرا فليغيره، قال شنو؟ بيده، ودي خاصه للحاكم. بعد ذاك قال بلساني، ودي حق شنو؟ الدعاة. واي زول مسلم يعرف الحق لابد ان ينكر الباطل. اول حاجه يا اخواننا لابد نثبتها ونتحدث عنها، إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الطلاب القاعدين قدامي ده كلهم، إنت الله سبحانه وتعالى خلقك لغاية واحدة ولغرض واحد، كما جاء في سورة الذاريات، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال إلا لغاية واحدة ولغرض واحد، وهي عبادة الله عز وجل. ربنا ما خلقك عشان تلعب تعدي الشغله كلها لعب، ما خلق عشان تعدي الشغله كلها غنى. عرفت كيف؟ انما خلقك لعباده الله عز وجل. والعبادات كثيره: صلاه وصيام وصدقه، امر معروف، بر الوالدين، جهاد في سبيل الله على كتاب السنه، جهاد على منهاج النبوه، مو جهاد زي بتاع المبتدعه من الخوارج، ناس داعش وتنظيم القاعده والاخوان المسلمين. ده جهادهم ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو جهاد على طريقة أهل البدع من أصحاب الضلال أتباع سيد قطب عليه لعنة الله. عرفت كيف؟ أنت ربنا سبحانه وتعالى خلق للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. ربنا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ده معنى العبودية لله عز وجل. العبادة كل لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لله العبادة كلها لله عز وجل. فلا بد الإنسان الطالب المسلم من يحوق عينه من الصباح، يصحى من النوم، يصحى لا بد تكون حياته كلها قائمة على الكتاب والسنة. وهذا الإسلام ما ترك شيء، أي حاجة في الدين قاعدة، سياسة في قاعدة، اقتصاد في قاعدة، قانون في قاعدة، تربية في قاعدة، العقيدة أساس كل شيء موجود. الإسلام ما ترك حاجة، أي حاجة في الدين قاعدة كويس معك، ما محتاجين لأي منهج يجي دخيل. بل الآن الكفار بدوا الآن يستنبطوا ياخذوا أشياء من الكفار، لكن البوري الكلام ده، البوري العلمانيين على الكلام ده بشنو؟ عرفت كيف؟ فلما سلام التعريفة، إنت الله خلقك ما عشان تلعب وتاكل تعمل ليالي شعريه، يعمل لك شعر ويحضر المصارعه كويس معاك، ويحضر الدوري الانجليزي
والدوري الفرنسي والدوري السوداني، الواحد بقى الشاب إلا من رحم الله. أنا ما بقول كل الشباب ضالين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنه زول اللي بيقول الناس كلها ضلت قال شنو؟ فهو شنو؟ أهلكهم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. نقول إلا من رحم الله وقليل ما هم. لكن الغالب الآن في المجتمع إنه الناس عندهم جهل بالشريعة الإسلامية. وربنا أنت عشان لما تموت في القبر يا أخواننا، الواحد لما يموت جوا القبر ربنا بيسأله، ما بيسألوك أنت مهندس ولا دكتور ولا بروفيسور، ما بيسألوك، بيسألوك أول حاجة من الأخيرة الصحيحة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ دي حاجة لابد تعرفها في المقام الأول. وزي ما جينا الآن في المنبر الآن، نحن أنا بحاول يا أخواتي كمتحدث ثاني حتناول شنو؟ العلمانية. حتناول شنو؟ العلمانية. لأنه أنا مشاهدتي الآن في الجامعة من الملصقات الموجودة إنه أغرب النشاط الموجود نشاط علماني، من مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي واتحاد ديمقراطي عن الفتة. ده بكون أسي ماكل فتة من الصباح، مالان تب رز وفتة وجاي كوري كنبة هنا. يكون في بيت قاعدة برا، هل تبارك معي؟ يكون في سوس وقاعدة برا عشان يقول لها عيني لي، أنا بتكلم كيف؟ يقوم يعمل فيها الواد داري، يعمل فيها بتاع شنو؟ بتاع استعراض. يا ضو احنا سلافين، تتساوي ولا شنو؟ عرفت كيف؟ فأول حاجة نتناول العلمانية. كويس؟ كمان هاج منحرف. بعدين ما يغشوا يقول لك العلمانية والإصلاح و و و والسندكالية والرندكالية والأصل كانكفاء، كويس معك؟ والمرحلة القادمة أنت قبليها عملت فيها شنو؟ المرحلة القبلية عملت فيها شنو أنت؟ ما كلها فتة ولا جيمات. عرفت كيف؟ أسباب نشأة العلمانية يا إخواننا، نشأة العلمانية في فرنسا دي الدولة الأولى التي صدرت العلمانية لأوروبا وللعالم كله. في الثورة الأولى كانت في فرنسا، عرفت كيف؟ الناس ذيل كانوا بيعانوا من شنو؟ كانوا بيعانوا من الطغيان الكنسي الموجود، لأنه كانت دولة حاكمينها أصحاب الكنيسة القسيس ومعه الملك، ده المسلطين على الدولة كلها. عرفت كيف؟ لو جبت أي كلام عملت بحث علمي يقوم يجوك يقول لك أنت البحث بتاعك ده متعارض مع الإنجيل. بلوم ذيك بقتلوك. واحد اخترع له مايكروسكوب. عرفت كيف؟ مايكروسكوب. جو قال له هذا الكلام مخالف للكتاب المقدس، وطبعا ما مقدس، ده كتاب محرف. عرفت كيف؟ فقام قال انت كافر، مسكوه حرقوه. عرفت كيف؟ جاء واحد ثاني عالم بتاع الرياضيات قال لهم انتوا نصارى بتقولوا عيسى الله الرب الروح القدس اله واحد. ما قعدت شفت على الكوره بقولوا كيف؟ صوماليته لما نخش الميدان مش بيعمل حركات كده؟ انت عارف دي معناها شنو؟ دي معناها عيسى الله، أم الإله وهو الله. كويس معاك؟ عندهم ثلاثة حاجات، الله الرب روح القدس إله واحد. قالوا الثلاثة ديل إله واحد، آمين. يقول لك الله حل في عيسى. عرفت كيف؟ ده عقيدة النصارى. الزول ده قال لهم يا أخواننا، قال لهم نحن عندنا في الرياضيات واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي كم؟ بيساوي واحد، مش كده؟ بيساوي كم؟ واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي ثلاثة. انت قلت واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي واحد. قال لهم الكلام ده انا كعالم رياضيات راسي ما بيبقى لك الكلام ده، الكلام ده غلط. كلامكم ده غلط، طبعا فينا كلامه صح. ما في حاجة اسمها عيسى إله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بينادي عيسى، بيقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. سبحانك على تنزيه لله عز وجل. ما قال الكلام ده سيدنا عيسى عليه السلام، إنما هو عبد ورسول من عند الله عز وجل. شكرا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. ده جا قالوا كده. بعد شوية حصل شنو؟ حصل نزاع وصراع بين شنو؟ بين الكنيسة والملك إلى آخر من ذلك. لما قام عمل انقلاب الجماعة قاموا ساروا في واحد اسمه، واحد على فده كتاب اسمه جان جاك روس تقريبا كده، ألف كتاب. الكتاب ده قروه الجماعة هناك، قروه وقالوا لابد أن نغير النظام القائم ده. قاموا غيروا النظام الملكي الموجود ذاك وطلعوا وقاموا جابوا النظام بشنو؟ اللي بيسموه الديمقراطي. الكلام ده قام هناك لأنه أصلا يا إخوانا الدين النصراني دين منتهي، دين ما شغل،
ما زي ما يقول لك ناس الترابي، الترابي طبعا عندهم ناس الترابي عندهم النصرانية دي حق، عرفت كيف؟ عندهم الدين النصرانية ما محرف. ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، جيت لله يوم القيامة من غير الإسلام ربنا ما بيقبل منك أي دين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة شنو؟ من الخاسرين. ده لما عملوا الثورة دي وانقلبوا على ذلك النظام، بعد ذاك حارثت عندهم شنو؟ قاموا الحكومة دعمت شنو؟ دعمت المنهج العلمي التطبيقي، دعمت ناس الفيزياء والكيمياء والى اخره الرياضيات، حدثت ثورة في اوروبا، عرفت كيف؟ اخترعوا الطائرات واخترعوا القطارات واخترعوا الى اخر من الاختراعات الكثيرة الموجودة الان، عملوا مكاوي وخلاطات وحاجات زي دي، عرفت كيف؟ بس بعد ذاك بقى عند الخواجات ديل بقى عندهم عقدة، عندهم عقدة، قالوا ان احنا لما تركنا النصرانية اوروبا اتطورت، اوروبا شنو؟ اوروبا اتطورت. يبقى السبب الاساسي في ان يكون الدولة الاوروبية او الغارة الاوروبية تكون متخلفة هو الدين، هو شنو؟ هو الدين. فلما انفصل الدين عن الحياة او كما يقول طبعا بيقول لك عن الدولة، لو ما فصلوا عن الدولة هم فصلوا عن الحياة تماما، بقى الانسان عبارة عن زول علماني ماشي ما عنده اي علاقة بالله ولا بالكتاب ولا بالقرآن، عرفت كيف؟ قالوا ده السبب الاساسي في تطور اوروبا، انه اوروبا ترك شنو؟ انه احنا لما تركنا الدين، لانه الدين بعد بقى شنو؟ بقى عباره عن افيون، عشان كده لما جاء واحد ثاني قال الدين افيون الشعوب، بيشبه الزول الزول المدين المتمسك بالدين عباره عن زول شارب افيون، لانه بيرى انه الدين او التدين سبب اساسي وكبير في تخلف الشعوب. شفت الفهم ده كيف؟ ليه الكلام ده يا اخوانا؟ الكلام ده نشأ في بيئة أصلاً قايمة على النصرانية، بيئة فيها تناقضات، ما ممكن تيجي تقول لي عيسى الله، عرفت كيف؟ تقول لي عيسى ورد الله إلى آخر من الترهات. الناس في الإنجيل جو عندهم كلام عجيب، في الإنجيل ذاته تلقى يقول لك عندهم جزء كامل يقول لك يعقوب يتصارع مع الله، لما قلت في كتابه المقدس يعقوب يتصارع مع الله، قال يعقوب لما في آلة دقاه وربطه والله قاعد يكورك، ما قلت في كتابهم كده، عرفت كيف؟ ده موجود في كتاب شنو؟ النصرانية. فدي بقى بتناقضه. جا جماعة بولده كويس معاك؟ زي النوعيات دي اتحاد ديمقراطي وغيره، حزب اللمة كويس معاك؟ والناصري إلى آخر من هذه الأحزاب المنحرفة، ونحن جاهزين لمناظرة أي عاطل، اتحاد ديمقراطي جيب شغلك كبير فوق، أنا ما فاهم أي حاجة ده، جيبوا وناظروا لك، أنت ما بتقدر تجيب أي عاطل بتاعك، جيبوا وناقشوا لك كده. نناقشك في الديمقراطية، نناقشك في أي حاجة في راسك، عرفت كيف؟ يا ديمقراطية ذاتها، ديمقراطية نيابية، ديمقراطية مباشرة، يا ديمقراطية تدايرة ذاتها، عرفت كيف؟ فاهم بتاع الحرية ده بالعقل ساقط، أنا بنقول لك ما نافع، فاهم بتاع الحرية أنا فاهم غلط، لأنه أي زول عنده فاهم براو، أي زول عنده فاهم براو، يقول لك المرجعية ما كتاب والسنة، المرجعية شنو؟ يقول لك العقل، طيب العقل يا عقل، عقل منو؟ ما الناس عقولهم ما واحد، عقل ظل عمره 20 سنة وعقل ظل عمره 50 سنة واحد؟ ما واحد. عقلك عقل محمد وعقل جادين واحد؟ ما واحد. عشان كده ما ممكن يكون العقل مرجعية. عشان كده تلقى الناس المتناقضين، أسر الاتحاد الديمقراطي وحزب الأمة وغيره، ده كلهم علمانيين، مختلفين ليش يعني؟ مختلفين ليه؟ ليه مختلفين أنتم؟ ما قلتوا مرجعيتكم من عقل. عرفت كيف؟ نحن لما بنختلف مع أي ظل بنختلف معه في الدين. نحن عندنا في نحن كسلفيين ما بنختلف مع ذول اختلاف سياسي، خليت بالك معي؟ نحن ما بنختلف مع ذول اختلاف سياسي. اختلفنا مع انصار السنه ما اختلفنا معهم اختلاف سياسي، اختلفنا مع اختلاف في الدين لانه انصار السنه الان بقوا ماشيين مع الجبهجيه. واي ذول اتفق مع الجبهجيه ما بنتفق معه اطلاقا بالمره، ما بنتفق معه. اي ذول اتفق مع الصوفيه ما بنتفق معه. ده لانه ده الاخوان نازل منهج منحرف. دي المساله الاولى. المسألة الثانية دي فيها أسباب نشأت شنو؟ أسباب نشأت العلمانية. النقطة الثانية يا أخوانا اللي هي أقسام العلمانية. أو قبل أقسام العلمانية نقدر نتكلم عن شنو؟ عن تعريف العلمانية. العلمانية لما جاي يعرفوها ناسا جماعاتهم ذاته. طبعا لما نجي يناقشك أي كادر بيجي خاش يناقش ودي لاحظناه. لاحظناها شغلة. أي كادر بيجي بناقش بيجيب لك تعريف براو
للعلمانية. على مداك لسه أي واحد من الاتحاد اللي سألته عن تعريف العلمانية أي واحد يقبل التعريف براه. عرفت كيف؟ وفي النهاية بتلتقي في نقطة واحدة، إنهم ناس ما دارين دين، دارين يحكم عقولهم. عشان كده ربنا قال فرأيت من اتخذ إله هواه، ذول اتخذ الدين بتاعه إله، الهوى بتاعه ده عنده إله، لكن الإله بتاعه مزاج، المزاج ده. عرفت كيف؟ العلمانية تعريفه معناه شنو؟ معناه حركة لا دينية، معناه كده علماني يعني لا ديني. أما يشوف تعريف هناك الكتب قاعدة موجودة الآن، معناه لا دينية. لما ذول يقول لك يا طالب ما يغشك واحد عيان اتحاد ديمقراطي، ده ما فاهميش، أبلد ناس في السياسة الاتحاد الديمقراطي دي والله جد كويس معاك. ولا مين على كمان صوفية ختمية كمان، قالوا شيخهم بيع على الغيب، ما بتعرف انت في النور البراق تاع الاتحاد الديمقراطي، قال بيع على الغيب، قال انا الجليس على العرش المحيط به، قال كما احط بالغيب اجمالا وتفصيلا. ده شيخهم قال بيع على الغيب، لما فوق جماعه زروا طفش في مصر هناك تاع الاتحاد الديمقراطي، قال بيع على الغيب طفش قاعد في مصر. طيب انت لو بتعلم الغيب طافش مالك؟ ما في سؤال طافش لشنو يعني؟ وشيخهم الثاني قال ماسك الكون تاع الاتحاد الديمقراطي، طيب كان ماسك الكون ما تغير الكيزان ديل؟ المواجعين بطنك ديل ما تغيرن؟ عرفت كيف؟ عشان تعرف يا اخوان الزول لما يكون اتحاد ديمقراطي بليد في الدين، بليد في السياسه، بليد في اي حاجه. لا انا ممكن يا اخوان الزول يخلي الاسلام القران ويخلي السنه يمشي يمسك له في اعراء بتاعت رجال، اعراء كلام فارغ صاغر، اصل شغله بقت على النجر انت ما تنقل براك. أسألك كان خلاص دار الطلال ده عاجبني، لو العلماني علماني مش عمال يحزب براي، انا شباري لي رايق شنو يعني؟ ما هو الفرق شنو يعني؟ هو عنده فاخوره، عنده فاخوره، هو بينجر انا بنجر. لكن الاشكال وين؟ انت ربنا رسل لك رسول، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني شنو؟ يحببكم الله. ربنا قال من المؤمنين شنو؟ رجال. ربنا سماهم رجال لانهم صبروا شنو؟ على تطبيق الدين، لانه الدين ده يا اخواننا دار صبر، في دار صبر في التعليم، صبر في التطبيق، صبر على الاذى اللي بيلاقيك من الناس. لكن ده زود داري دين بتاع مزاج، يجيك هنا يقول لك وطننا وبس في جوفنا ندس، وطن شامخ مدى الايام، ويا مريم وسيا امام، مسيحيته وسمعت اسلام. يا ظل بتخش شو لك شغلك دارك الله، وطن ما اعرف شنو حدادي مدادي وما اعرف شنو اتحاديين وما اعرف شنو، يا اخي ما شو لك شغلك دارك خلق الله. عرفت كيف؟ فتعريف العلمانيه لما يقول لك ذول لا دين يعني شنو يعني؟ يقول لك ذول لا دين يعني شنو؟ يعني ما عنده علاقه بالدين، ذول لا ديني معناه كافر، ذول لا ديني يعني ما عنده دين، ما عنده علاقه باي دين، مش خالي الاسلام، اي دين، لا يهوديه، لا نصرانيه، لا غير، لا ديني، عديل كده. عرفت كيف؟ دي العلمانيه تعريفها كده. النقطه الثالثه اللي هي اقسام العلمانيه. العلمانيه باختصار شديد، عرفت كيف؟ تتقسم لثلاث اقسام. في علمانية ملحدة تماما، علمانية ملحدة عادل، دال ناس لينين، عرفت كيف؟ اللي هو الحزب الشيوعي بقيادة الهالك ابراهيم نوت والهالكة فطوم احمد ابراهيم، عرفت كيف؟ دال شيوعيين، دال عندهم راي في الله. في واحد اسمه فرويد ده جاب له نظرية اسمها كتاب اسمه اصل الانواع، عرفت الحاصل؟ كتاب اسمه اصل الانواع، ده قال الانسان اصلا ما خلقه الله، والكون ده اصلا عباره قال عن قال عن حشره ولا قال شنو؟ قال خليه. سالناه سؤال قدام الخليه دي جات من وين؟ الخليه دي جات من وين؟ ما هي سؤال. قال الكون ده اصلا كان خليه، ما خلقه الله، لكن كان خليه في مستنقع غزل. الخليه دي قامت اتطورت اتطورت، عرفت كيف؟ اتطورت بقت الخليه بقت جوانجه، الجوانجه بقت ضب، الضب بقى ورل. ما انا فاهمه كده، ما اعرف بعد شويه ورور كده بقى قريت، والله قد الزول بقى قريت قريت بقى قريت شمبانزي. عشان كده اي شيوعي بيعتقد انه جدوده قرود، زي عندهم واحد في جامعه الخرطوم، مش كده علي امك؟ جامعه الخرطوم في كليه العلوم عندهم دكتور ده جاهم في الغاء، قال جده قريت، ورى ولده جاب له صوره قريت، قال له عايش ده بيسبح جدك كيف؟ زول عاد قاعد الان في جامعه الخرطوم استاذ بدرس في جامعه، بيعتقد انه ما في حاجه اسمها اله. عادل كده. قاعدين في الداخليه كمان، داخليه وسط هناك جامعه الخرطوم، في خرطوم هناك واحد قبل كده جاء بيتكلم قال الخلق الله منه، والله قد شيوعي ينكر وجود الله عز وجل. فدل لانه الفهم فهم عجيب يا اخوانا.
ده قال عشان انا اعرف الله لابد قال تدخلوا لي مايكروسكوب قال اشوف، قال انا ما بيؤمن باي حاجه الا اذا ادركتها ادوات شنو الادوات الخمسه، يا اما اشوفه يا اما المسه يا اما ازوغه يا اما شنو اشمه، ثلاثه حاجات كده الله فيه، اشوفه بعيني ده الله، يا المسه كده ده الله. واحد اسمه يانج ماثيو تابع الحركه الشعبيه جانا في ركن في شارع المال هناك، ده داخل جوا قال ما في حاجه اسمها اله عديل كده، قال ما في الا تجيبوا لي قال شنو اشوفه عديل كده، قلنا لا ما هي حاجه انت ما شفتها معناها ما في، ما ده سؤال بليد، هل اي حاجه ما شفتها بعينك معناها ما في؟ الكلام ده غلط، لان الناس تجيب لك حاجات كثيره موجوده الان في الدنيا انت ما شفتها، لا عندها شوف لا شفتها، لا عندها رايحه لا عندها لون وقاعده كويس معاك، اصل الكهرباء دي انت شفتها؟ كهرباء لونها شنو؟ يا شوي يا بليد الكهرباء لونها شنو؟ كان قلت تمام بشيل لك يدك بدخلك جوا الكوب سياسي هنا نشوف فيه ولا ما في؟ الكهرباء قاعده موجوده، عشان كده لما قام ادينا حجه واحده بس قلنا له انت جسمك ده جوا فيه روح ولا ما فيه روح؟ جسمك جوا فيه روح؟ ايوه قال فيه روح، ما بيقدر يغالب طبعا ما بيقدر يغالب، الروح قاعده. طيب احنا اديك سؤال، امشي المعمل، تقول انت بتاع معمل؟ يا بتاع المعمل امشي المعمل هناك عندنا لقي اختبار، السؤال الاول الروح دي طويله ولا قصيره؟ طولها كم سنتيمتر؟ السؤال الثاني لونها شنو؟ السؤال الثالث الكثافه حقتها كيف؟ دي اسئله. طبعا فبوي شنو؟ فبوي الذي كفر ذلك الشيوعي، طبعا الشيوعيين ذلك كفار، عشان ما يجيني واحد يقول لنا الشيوعي في الاقتصاد برضه كافر. انت كيف؟ زي الشيوعي قال ما في حاجه اسمها الله، بيقول لك الدين افيون الشعوب لا اله والحياه ماده، وعندهم جريده عديد، جريده اسمها الحزب، جريده اسمها بتطلع كل اثنين وثلاثة اسمها ما اعرف الميدان، عندهم جريدة اسمها شنو؟ الميدان، وده طبعا لما يجوا الجامعة ما يجي يقول لك انا شيوعي، اي واحد شيوعي اغلب الشيوعيين الواحد بيكون اتحاد ديمقراطي بعد شوية قال بقى شيوعي اغلبهم، والناس انا بعرفهم كويس، انا في البيت عندي كمية شلة بتاع الشيوعيين قاعدين معي، انا من اي خاص واحد بيفرفر ما في، سؤال واحد مرة واحد قاعد امه قاعدة واخواته قاعدات خالي عديل، قلت له سؤال ليك انت، الله في ولا ما في؟ ما قدر يجاوب، ما قدر يجاوب، انت ما بقى يبكوا بتاع، تبكوا ولا تقعدوا، زولكم ده خليه جايب السؤال ده، ما ده شيوعي، ده رغوا شنو زمان، ده رغوا في المقلب، هذا زول جاي جديد كرت، خسر الجامعة كلية القانون، قال لي يا جماعة اسمهم شنو؟ قال لا لا شنو؟ سموهم شنو ده؟ طيب بيسموهم ال عندهم واجهه بجواب في الجامعه، انا بس نسيتها مش كده؟ الجبهه الديمقراطيه، بيقول لك الجبهه الديمقراطيه التحالف الراسخ بين الطلاب الديمقراطيين وبين الطلاب الشيوعيين لانجاز مرحله الثوره، بالله قالوا احنا نتلمى كده نعبي الشعب، نعبي الشعب، الحكومه سرقت واكلوا ولبعوا ولطشوا وكتلوا وخنقوا، يلا بعتك هذول ملي فل يلا امرق الشارع، احنا ما مارقين داق الشارع مش احنا قاعدين هنا داق امرق داق تمرق امرق عند اقلب داق الباب، عرفت كيف؟ هنا قاعدين لك جوا هنا، عرفت كيف؟ سؤال شيوعي داق تمرق تسوي شنو يعني؟ ما سؤال الناس اللي مسكوا البلد ثلاث يوم الشيوعيين ثلاث يوم قالوا الخرطوم ما مكه زمن نميري رحمه الله تعالى، نميري لما فيه من الجم تشد الشيوعيين ده من الزمن ذاك، الحزب الجمهوري والحزب شنو؟ الشيوعي ده من مناقب هذا الرجل انه نسب الحزب الشيوعي ونسب الحزب شنو؟ الجمهوري تبع محمد طه اللي بيعتقد انه الله. ده واحد صوفي اسمه محمود محمد طه الليبرالي، عرفت كيف؟ بيعتقد انه الله. عادل كده، عنده كتاب اسمه الرسالة الثانية من الإسلام، صفحة 11، سأل سؤال، قال من هو رسول الرسالة الثانية؟ اللي هو يعني، بعد شوية قام شنو؟ شكيني ماير لما فيه. قال لا يا محمود، قلت أنا عيسى ما سألتك. قلت أنت عيسى ما سألناك. قلت أنا الله ما سألتك. دارتي صلت عليه كمان تعمل انقلاب لما فيه نجموا جزاه الله خير رحمه الله تعالى، عرفت كيف؟ ده الشيوعيين بيقول لك ما في حاجه اسمها الله الا حاجه يلمسوها قال او يشوفوها، عشان كده الكلام ده باطل يا اخوان، ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم في القران، ربنا قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، واحد من اثنين يا اما تكون خلقت نفسك يا اما تكون خلقت من شنو؟ من العدم، لو قلت خلقت نفسي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ اتخلقت من العدم؟ ما ممكن، لأن العدم ليس بشيء
حتى يحدث لنا شنو؟ يحدث لنا شيئا. اذا قال خلق نفسه برضه ما ممكن يا اخوانا، زين خلق نفسه. اذا قال نظريه التطور وانه شو الارتقاء، احنا نسال سؤال الان، الحيوانات دي قاعده من ما تطورت ليه؟ ما تطورت ليه؟ اسال الان الشيوعيه زارت سنه كم؟ مو زارت في الاربعينات؟ من القرن المنصرم؟ من الاربعينات؟ ليه الانسان ده ما يتطور؟ المفروض يبقى حاجه ثانيه، ما قالوا الانسان كان قريد، من قريد الرب بقى زول. في حاجه في النص ما فيش، وينو القريد الانسان وينو؟ المفروض يكون في زول في طور شنو؟ الانقلاب من حاله القرديه الى حاله شنو؟ الانسانيه، يكون نصه قريد ونص اقل شيء يكون عنده ذنب. عشان كده انا ما بقتنع باي شيوعيه الا تمرق لك ذنبك في الاول. اعصوا لك كده ضنبك ده، اعصوا لك كده، بعدين توريني انت شيوعي ولا ما شيوعي. عرفت الحاصل؟ تقعد شغله لعب ولا شنو؟ شغله ما لعب. نحن الان جيناك هنا بالحجه شنو؟ بالحجه بتاعت الدليل، الحجه العلميه. لانه الاسلام كما قال الشيخ الاسلام تيميه، قال الاسلام ينتشر باثنين، بالسيف والسنان، بالحجه والبيان، اثنين. في حاجه اسمها قوه علميه، احنا جايينك الليله هنا. الشيء الثاني دي العلمانيه الاولى يا اخوانا، اللي هي دي علمانيه تنكر وجود الله عز وجل تماما. ده اللي يسمى شنو؟ بالحزب الشيوعي. والكلام ده يا اخواننا قد يكون الطلاب عارفينه. لكن في حاجه ثانيه، النازل عندهم اساليب خبيثه جدا في نشر هذا الفكر. بيجي يعمل لك جمعيه، جمعيه المكشاشه، جمعيه جالوس، والله ده اسمائهم كده، والله انهم جمعيه زمان كان اسمها كده، جالوس ونادوس. تعرف نادوس؟ يعني السودان مقلوبه كده بالعكس، نادوس. تقلب كلمة سودان بل بالعكس كده تديك نادوس، نادوس ومكشاشة وسخلة وعنقريب. المهم ده اسمهم كده. يجي يعمل لك، يجيب لك واحد شعره مفلفل وسخان مفلفل كده زي ما سامر الزنكي، ما شفت انت شعر مفلفل لابس له قميص وسخان توقفه كده يجيب براو ما شوي. يجي يقول لك هيا قيفن نورة فيكن، نورة بالترواطة اختي، نورة اخذ كل الغلابة، تدي للجعان لقيمة، تدي العطشان جغيمة، والمخل الحار مسنجر، في تقاتل ليت رنجر، نورة شافت في رؤاها، ترى تاكل في جناها، حيطة تتمطى وتفلع في قفا الزور البناها، وجماعة طر صفقوا. أنت فاهم حاجة؟ فهمت الحاضر شنو؟ أتعرف ما هي الحيطة وتعرف ما هي عارف الحاضر شنو؟ ما عارف. يا أخي يجوا يعملوا لنا هوس، تمش تشرب لك كوباية بتاعت ليمون في كافتيريا زي دي كده. يشغلوا لك زول مجنون ما في جاي من وين. قصة بتاع الزول لما فيه قطر هرسه، ما بيعرف يقطع الزلط كويس، لما فيه قطر انتهى منه. أما عبد الرحيم كان ده يقطع الزلط لما فيه قندران هرسه. صلى على عجل، لما صلى صلى مستعجل، انت ما خليت بالك معي؟ قال صلى على عجل وشايل له سبحة، السبحة ده بدعة، هو ده سبحته كمان والله. عرفت كيف؟ هو الساقط يجيب لك قصايد بتاعت حمد، عرفت كيف؟ محمد الحسن سالم حمد، ولا يجيب لك كمان شنو الدجالات، شخبط في الكراريس ما شخبط في الكراريس الى اخر من ذلك. لما نزل لك بكافر يقول لك الله ما في، ولا يجيب لك كمان شنو ابو السيد، يقول لك ابو السيد يا تلقاه شغال الحزن النبيل، في حزن النبيل انت مجنون في مخك ولا شنو؟ يقول لك الحزن النبيل وما عارف شنو، وركبوا المركب وسكت المركب، فرح يتكلم بلغتين شنو كده ما عارف، ركبوا في المركب والمركب سكت، سكت ليش؟ انا ما عارف. انت عارف سكت ليش؟ ما في قلة عرب في المركب، في قلة عرب جوا يا اخي، في قلة عرب في المركب ده جوا، انت ما جايب خبر ساكت. ما عارف شنو كده، ما عارف شنو كده، ما عارف كلام فارق. المهم دي شيوعيه باختصار، انتهينا منها خلاص، ده الحزب الشيوعي انتهى. امسك الثاني، ديل المرضانين ديل كويس معاك؟ ديل بتاع فتى ما عندهم موضوع، والله قد ما عنده اي موضوع. يجي ينبح هنا حلقومه كبير ضارب لجمال زلابه من الصباح، كويس معاك؟ يجي ينبح هنا في المحل ده هنا. ده اللي بيسموهم شنو؟ ده العلمانيه بيوم من وجود الله. اساله سالته قلت له الله فيه، بيقول لك هاي ها كيف؟ الله يحكم يحكم البشر، يقول لك لا ان الحكم الا لله، يقول لك لا بس شفتها، يقول لك الدين علاقه راسيه بين العبد وربي، خليت بالك معي؟ طبعا دي فلسفه ساهي ما يلعب بك، انت زول بتقرا في جامعه، ما يلين فيك زول بوليت زي ده يغشك، اتحاد ديمقراطي، يقول لك الدين علاقه راسيه، تعرف يعني شنو يعني؟ علاقه راسيه يقول لك مع ربي. تصلي لله طوالي، تصلي وتصوم لله، لكن من تقول لهم الاقتصاد الاسلامي، الحكم النظام يكون اسلامي، التربيه تكون على الكتاب والسنه، كويس معاك؟ الى اخر من ذلك
لما تجي تقول لهم الكلام ده يا اخوانا طوالب يعترض، بقول لك لا لا لا، طبعا البلد دي فيها ناس ما مسلمين وفيها نصارى وفيها ناس ما عندهم دين وفيها ناس لا دينيين، فكيف نحن نحكم بالشريعة؟ ده ظلم. كم تحكم زول تحكم فيه الشريعة ظلم؟ يعني دين الله ظلم؟ ما سؤال. هذا الإسلام بيظلم له زول يا اخوانا؟ الإسلام ده لو طبق بالطريقة الصحيحة بيظلم له زول؟ ما بيظلم زول، لكن لأنه عنده صورة سيئة عن الدين. زي ما قلت لك الصورة جات من وين؟ النازل اخواننا قبل زي ما ذكرت اول الكلام، النازل قاسوا النصرانيه مع الاسلام. الخواجات زي ما قلت لك من حصل الثوره الفرنسيه من حصلت وزاره الحضاره الماديه، الحضاره الماديه هناك في اوروبا، القطارات والطائرات والكمبيوترات الى اخره من ذلك، الحضاره الماديه لما زارت قال احنا الان عرفت انه ليه كنا متخلفين، لانه كنا ماسكين في الدين النصراني. طوالي كده الاتحاد الديمقراطي وحزب الامه الى اخره من ذلك قاموا قاسوا، طوالي قاسوا الاسلام بالنصرانيه، قالوا بس لما نزيح الاسلام بعيد كويس معاك ونحكم بنظام علماني، قالوا معناه كده احنا هنتطور نمشي لقدام. هنمشي شنو؟ هنمشي لقدام. طبعا ده فهم بليد جدا جدا، فهم بليد، لانه تحكيم الشريعه ده من الدين. تحكيم الشريعه دي عباده زي الصلاه، الاقتصاد الاسلامي ده عباده زي الصلاه والصيام والحج الاخر، ده من الدين، لانه اي حاجات في ايات واحاديث دي ده عباده دين ده الله سبحانه وتعالى. فدل بيؤمن بإله لكن إله عاجز. العلماني بيقول لك أنا الله فيه لكن ما يحكمنا، ده يؤمن بإله عاجز يخلق ويحكم شنو؟ ويحكم غيره جل جلاله. عرفت كيف؟ يعني الله خلقنا هاي رزقنا هاي لكن الله ما يحكمنا. عرفت كيف؟ الله ما يحكمنا. السوق الله ما يخش فيه نهائي، اشتغلوا بالربا، اشتغلوا بالميسر، اشتغلوا بأي حاجة ما يخش فيه. عرفت كيف؟ ده العلمانية النوع الثاني، العلمانية النوع الثالث، وطبعا دي من اخطر الانواع دي كلها. عرفت كيف؟ هسه الان الشيوعية قد تكون الناس عارفينها، وديل اغلب الناس قد هسه طبعا الاتحاد الديمقراطي غالبا بيجوا من خلفيات تابعة للخدمية. غالب الناس اللي بيبقوا اتحاد ديمقراطي غالبا بيجوا من خلفية انه ابو مين قام لقى صورة ابوك الشيخ معلقة فوق في الديوان. مين قام؟ ابو الشيخ النور البراق راك القبة لم شوين بيكون جاي من خلفية بتاع شنو؟ من هناك ابو لزاو دخلوا مع الجماعة دي، لأن ما بكون مقتنع بها. ده قام اتحادي بالفطرة، فطرة منكوسة طبعا. عرفت كيف؟ أما النوع الثالث ده الخطير، دي العلمانية اللا ستوب الإسلام، دل الكيزان بالضبط كده. الآن تعين للعقائد تحت الإخوان المسلمين، أمسك أي أخو مسلم قول له الغنى رايك فيه شنو؟ الغنى الموسيقى رايك فيها شنو؟ يقول لك جائزة. زي ما قال الترابي عنده كتاب اسمه حوار الدين والفن، قال لابد شنو؟ قال لابد أن يكون للجنة فيها شنو؟ فيها باب تاسع، قال حتى يدخل منها أهل الفن. قال المفروض يكون في باب زيادة بيختار على الله، باب يجوا خاشين به ناس كمان ترباز والحوت وذاك بصرع راك اسمه فرفور وطرطور إلى آخر من ذلك، يجوا خاشين. أنتوا أخوانا ماشيين وين يا جماعته؟ يا ماشيين وين؟ يقول لك في باب جاي نيرون بارح بتاع الترابي خاشين به، وخلي الترابي يخش كده، انت خلي الترابي يخش، انت يخش انت. عرفت كيف؟ الترابي يخش الجنة. عرفت كيف؟ فتعرف يا اخواننا ده اللي لابسين توب الدين. الغنى يقول لك جائز، المصافة جائزة كويس معاك، الحفلات الى اخر من ذلك. تجي العقيدة سؤال لك انت تقول له رايك شنو؟ يقول لك حرية التعبير زي العلماني، تكفر تسلم زي ما قال الترابي. عرفت كيف؟ زي ما قال طارق السويدان، طبعا ده ما اخو مسلم، طارق السويدان عنده مقطع انا شفته اليوم بيقول شنو؟ يقول ما عندي مشكله، قال تعترض على الاسلام، تعترض على الله، تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما عنده مشكله، قال ده كله خاشي باب شنو؟ الحريات. قال نفس الفهم، يجيب لك ايات يلوي عنق الايات ويفسر الايات تفسير مغلوط ويحمل الايه ما لا تحتمل، يقول لك حريه الفكر والتعبير دي في القران قاعده، وكلام ده كذب على الله عز وجل. ويجي يقول لك الديمقراطيه جائزه، ده بتاع الجبهه ذاته الكون ذاته، يقول لك الديمقراطيه جائزه، الديمقراطيه الاسلاميه اي حاجه مسكوها اضافوا لها كلمه اسلام يقول لك اسلم، بقت مسلمه خلاص طوالي، الديمقراطيه بقت مسلمه، حريه التعبير بقت مسلمه، الربا بقى مسلم، بيسموه لك الفوائد، فوائد شنو ده اسمه ربا؟ ما اسمه فوائد. عرفت الحاصل؟ جوازوا اي حاجه بالطريقه دي. عندهم دعوة كبيرة جدا، دعوة كبيرة. عرفت كيف؟ فمنهج أهل السنة والجماعة يا اخواننا
قائم على الكلام ده. الكتاب والسنة على شنو؟ على فهم السلف الصالح. دل أي حاجة ضافوا لها شنو؟ لأن أخواننا الأخوان المسلمين دل متأثرين بالحضارة الغربية. واحد مشى هناك، شيخهم الكبير مشى هناك، لقى البلد وشاف البنات النظيفات دل وشافوا البتاع كده، انخلع. قال بس وجينا، لأنه أصلا جماعة الأخوان المسلمين حسن البنا، الجماعة دي أنشأت المخابرات البريطانية. عندهم واحد كبير اسمه جمال الدين الأفغاني، وزاد ما أفغاني، أزاد فارسي، كان قاعد في إيران، قاعد في روسيا، كان قاعد هناك، وتابع للحركة الماسونية. طبعا الأخ المسلم والكوزة ما تسأله بيقول له خش عشان يعرف الحاصل شنو. أنت خاش ما لقيته، أنت محتاج لهم في حاجة؟ طبعا ده ليه بساقط. قام دلك بالأفكار دي، ندلك ناس محمد عبده وحسن البنا وسيد قطب. سيد قطب بيقول لك الإسلام عبارة عن مزيج ما بين النصرانية وما بين الاشتراكية. قال الإسلام مزيج، يعني خليط بين الاثنين دول. داعي منه؟ داعي عند الأخوان المسلمين. جابوا دعوة كبيرة سموها الديانة الإبراهيمية. واحد اسمه حسن مكي، ده من تلاميذ الترابي، تابع المؤتمر الوطني، من تلاميذ الترابي، عرفت كان؟ ده قال لابد أن يطبع الإنجيل والتوراة والقرآن، قال يطبعوا في كتاب واحد. وقال دارين يسوي شنو؟ قال يسوي مبنى واحد، معبد كبير، يعملوا معبد كبير، يجي المسلم يصلي الظهر يمرق، أو ولا حد يجي النصراني يخش المعبد ده يمرق، يجي اليهود يخش. قالوا الشغله دي كده ذاته نختصرها البرنامج ده. جاوا شكلها الترابي زمان في الساعه الخضراء في التسعينات، الترابي عمل حاجه اسمها الديانه الابراهيميه، جاب اليهود والنصارى، جاب له صليب قتل الكتله في روما، ما في صليب كبير كبير عجيب مره واحد، جابوا علقوا هناك، وجماعه قال صلوا الصلاه الابراهيميه. عرفت كيف؟ دعوه ثانيه يقول لك التقارب بين الشيعه والسنه، زي ما قال زعيم الاخوان المسلمين، قال تعلمنا من الخميني الكافر كما تعلمنا من حسن البنا. الخميني ده يا اخواننا لما نجي يطلع المنبر فوق اول حاجه بيقول لعنه الله على ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله اجمعين. عندهم الصحابه يرتدوا جد، كلهم يرتدوا كفروا، وعندهم القران ده محرف، طابعين كتاب كامل، كتاب كامل طابعينه في ايران، تاليف واحد اسمه النوري الطبرسي، اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب. عشان كده الاخوان المسلمين في العالم كله بتلقاهم شنو؟ عندهم دعوه يقول لك التقارب بين شنو؟ بين الشيعه والسنه. ما في كلام زي في الدين، دي العلمانيه ذاتها. العلماني بيقول لك ما عندك دين تعال. بتقول الله، بتقول عيسى عبد الله تعال، في اللي يساوي الفرج. مؤسس حزب المؤتمر الوطني ده ذاته، الترابي قال كده، ده مؤسس شنو؟ ما في الحركه الاسلاميه. جابينه في جامعه درمان الاسلاميه هناك في درمان. محاضرة كبرى بعنوان غزوة بدر، جايبين لك في اليوساوس ده صليب قدر الكتلة. جا هللويا 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 يا مانع عيسى الله، هللويا الله اكبر، هللويا الله اكبر، سوا سوا، يعني كلنا واحد. عرفت كيف؟ كلنا واحد. دي هي العلمانية ذاتها. عرفت كيف؟ لما تيجي تقول لك ده كله واحد، تقول لك النصراني واحد. عشان كده بقول لك شنو؟ زي ما قال حسن البنا وقال محمود ياسين المؤسس لحزب الفي فلسطين، حركة حماس، طبعا ده الشيعة، حركة حماس ده الشيعة. دل قالوا مشكلتنا مع اليهود ما مشكلة في الدين، قال إنما هي مشكلة في الأرض، لأنه فلسطين دي قال أرض عربية وهم اغتصبوها من العرب، نحن دايرين نرجعها شنو؟ نرجعها للعرب تاني. ده فهم كده باختصار، ما مشكلة الدين إطلاقا، ما مشكلة الدين. عرفت كيف؟ لأنه ما ممكن زول يكره إسرائيل وفي نفس الوقت تلقى شغال مع شنو؟ شغال مع ايران، ما ممكن اصلا. يقول لك الجمهوريه الاسلاميه ما عندها علاقه بالاسلام اطلاقا. هؤلاء شنو؟ الشيعه. كويس. طيب. اخر نقطه يا اخواننا بختم لك بها ان شاء الله، واقدم اخونا استاذنا شهاب عوض. اللي هي اسباب انتشار العلمانيه. العلمانيه اللي انتشرت في بلاد الاسلاميه. السبب الاول في انتشار العلمانيه هو وجود الأفكار المنحرفة، منها الفكر الصوفي. الجماعة دي الواحد لما يقوم يلقى أبوه يسيف في التراب ومشرب موية الحمام بتاع الشيخ، كويس معك، ويغوش أهله زي ما قالوا جماعة واحد زمان حكى لنا، كويس معك، من البلد ذاتها. مثلا الجماعة الخاتمية جوا هناك، لقى الجماعة الملمومين جوا في القبة اتمسحوا، ما شايفون أنت؟ اتمسحوا بست نور، ست نفيزه، الى اخر من ذلك. عرفت كيف؟ ابو علي من كذا، هل جت خاتمي انا؟
عارفهم، عرفت كيف؟ خش هناك الزول ده ضرب منكم من هنا، لقى الجماعه معلق لهم قطيفه السمحه خلاص، شال القطيفه دي بقوه وقام جاري. الجماعه قالوا الزول، الزول سرق القطيفه بتاعت الشيخ، الزول سرق، سكوا لك القبه كلها، سكت الزول ده لما لموا فوق قبضه. سرقتها؟ قال لهم ما سرقتها، سرقتها والله ما سرقتها، سرقتها والله ما سرقتها. قال لهم، قال لهم ما سرقتها كيف احنا شفناك؟ قال لهم اداني لها براو. الجماعة عاينوا كده، قال لا ترى الشيخ ده ميت يديك لها كيف؟ قال لهم هو كنت ميت وتحاسين له شنو؟ فرد لها ضرب زول منفتح عنده مخ عنده طايق، عرفت كيف؟ لانه ما ممكن زول اخواني يصير زول ميت. فده لما شافوا النوعيات دي، شافوا الصوفيه يذلوا الناس زي ما بيعملوا الصوفيه، يقول لك كون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. يقول لك كده استاذك يا فقير، زي ما بيقول البرعي، استاذك يا فقير كن له ذليل حقير، واتبع له كالصغير، واياك من الكجار ومعاملة التجار. الشيخ ده يقول لك قوم تقوم، عر عر حاو حاو، زي يقول اي خروف، عرفت كيف؟ لما لقوا الكلام ده قالوا معناه ده الدين الاسلامي. طبعا لقوا العلمانيه جابوا لهم كتب نظيفه وكرافتات وليالي شعريه وما عارف عود وكمانجه، قالوا يا سلام ده شغل راقي جدا جدا، وما عارفين انه وراء هذه الاشياء شنو، كفر بالله عز وجل. النقطه الاخيره، النقطه الثانيه في اسباب انتشار العلمانيه هو ممارسات الحركه الاسلاميه. الاخوان المسلمين والجبهجيه والكيزان ده من اكبر اسباب انتشار الحزب الشيوعي والعلمانيه في السودان وفي العالم كله. عرفت كيف؟ لانه الطالب لما يجي خاشي، الطالب يجي خاشي الجامعه كويس معاك، طبعا بيجي لانه السودانيين ديل معظم السودانيين مربين على الخروج على شنو؟ الحكام. الكهرباء كان قطعت ابوك بيسيب للحكومه دي مين فوق لتحت، وكلام طبعا غلط. عرفت كيف؟ عشان كده الائمه السلف الصالح لما قال لو كان لي دعوة واحدة لجعلت هذا الحاكم، قال ولا أدعو عليه، قال لو دعوت عليه قال شنو ده بيجي له براو، أما لو دعوت له قال فهذا فيه خير له وللمسلمين، لأنه بصلاح الحاكم صلاح شنو؟ صلاح الأمة. فهمت الحاصل؟ دال يجي واحد يقول لك والله الناس ديل ما طبقوا الدين وما عملوا الشريعة والأخوان المسلمين ديل مجرمين وكذا، معناه العلمانية هي صحيحة. دائما أديك كلام يا أخوانا، بيجي للطلاب العلمانيين بيقول لهم الاسلام ده كعب، كيف؟ عينوا الكيزان. اول حاجه الكيزان لا يمثلون شنو؟ لا يمثلون الاسلام. ديل ما عندهم اي علاقه بالكتاب والسنه، عباره عن علمانيين بصياغه اسلاميه. اي جبهجي ما هو الا علماني بصياغه اسلاميه. عرفت الحاصل؟ اديك لعبه واضحه كده. ده الاخوان المسلمين. بيجوا الاخطاء اللي كانت موجوده او العملاء الاخوان المسلمين في السودان وخارج السودان، يجي العلماني المجرم يغش الطالب، بالذات طالب لقى جديد، يقول له شايف الاسلام ما نافع، انا الكيزان بيسووا، الكيزان سرقوا، الكيزان نهبوا، السرقه في الاسلام بتجوز؟ السرقه حرام، النهب حرام، كويس معاك؟ نشر العنصريات بين الناس ده حرام، كله ما موجود في الدين، الربا حرام، كويس معاك؟ ده كله حرام ما بجوز. فما في علاقه يا اخوان، ما عندهم علاقه، عشان كده العلماني ذول مجرم، خلي بالك الكلام ده كويس. فما في علاقه بين شنو؟ بين يسمى بالله بالاحزاب الاخوانيه القطبيه وبين الشريعه الاسلاميه. لانه في قاعده دي لا تعرفها. في فرق كبير جدا بين النظريه وبين التطبيق. خليت بالك معي؟ في فرق كبير بين النظريه وبين التطبيق. الاسلام كمنهج ما فيه كلام. لكن الاشكال في الزول بيجي شنو؟ الزول بيجي بيطبق الاسلام. هسه لو جاء واحد قال لك انا سلفي. جيتك انا الليله، انا الليله ده. جيت عملت لي حاجه مخالفه للكتاب والسنه، هل بتيجي تقول الاسلام كعب ولا الكعب انا؟ انا كعب ما الاسلام، خليت بالك معي؟ فانت كزول طالب مسلم ما تمش تلجا للافكار المنحرفه، انما انت ابحث في الكتاب والسنه كويس معاك، كون كسلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان ده مشى خشف اليهوديه مرق منها، خشف النصرانيه مرق منها، كان عنده اخلاص في معرفه الحق لغايه ما بقى شنو؟ لقى النبي عليه الصلاه والسلام بقى مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له، قال سلمان منا آل البيت، من أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منه سلمان الفارسي. فما عندهم علاقة. إياك تغرن بين تطبيق الأخوان المسلمين للدين وبين شنو؟ المنهج الإسلامي. المنهج الإسلامي ده دين عزيز، دين ربنا فوق سبع سماوات. أي إنسان بيطبق الإسلام والتطبيق الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بينفع نفسه وينفع المجتمع اللي هو معه فيه. وأنا أكتفي بهذا القدر وأقدم الفرصة إن شاء الله تبارك وتعالى لأخونا الشهاب عوض، فلتفضل مجزية مشكورة. إيه أنا قلت الترابي يخش الجنة؟ ده سؤال. أنا ما قلت الترابي في النار أو في الجنة، لأنه ده من علم الغيب. أنت بس ما فهمت كلامي كويس. أنا قلت يخش الجنة.
لانه منهج المات عليه ده منهج شنو؟ منهج منحرف. لكن ما حكمت عليه شنو؟ بجنة او بشنو؟ بدخول جنة او بدخول نار. لانه من منهج اهل السنة والجماعة الزول وان كان منحرف ما بنحكم عليه نقول قطع شك جوا النار، عرفت كيف؟ لانه ده من علم شنو؟ ده علم غيب. جزاك الله خير يا اخونا مجتبى، واقدم اخونا احمد البدوي. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.